هنروح مع حضراتكم للموضوع تاني. منظمة الصحة العالمية أشادت تجربة مصر في القضاء على فيروس سي والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ده خلال جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول والمنعقد حاليا في القاهرة، واللي تم فيه استعراض التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي باعتبارها طبعا تجربة رائدة وملهمة في إجراءات الفحص والعلاج لكل المصابين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا استاذ محمد، صباح النور يا استاذ هدير. اهلا بحضرتك يا دكتور. طيبين وتحياتي لمشاهدي حضراتكم الكرام. اهلا بيك يا فندم. عايزين نتكلم في البدايه عن اشاده منظمه الصحه العالميه بالتجربه المصريه الرائده في القضاء على فيروس سي. مصر قدرت انها تقضي على هذا الفيروس قبل 10 سنوات من المده التي حددتها منظمه الصحه العالميه بالنسبه للدول لكي تقضي على هذا الفيروس اللعين. حقيقه انه في بدايه جلسه الافتتاح للمؤتمر التي شرفت بحضور السيد الرئيس، وجه مدير منظمة الصحة العالمية كلمة متلفزة إلى الحضور، كان فيها شكر خاص الحقيقة للسيد الرئيس على نجاح مصر في القيام بأكبر مسح سمعي على بأكبر مسح على مستوى العالم لمرض ينتقل عن طريق الدم، لأن مصر نجحت في منذ بداية المبادرة في 2014 على تمكنت من مسح أكثر من 69 مليون مواطن وعلاج أكثر من 2,500,000 مواطن. الحقيقة لم تكن دولة على مستوى العالم بمثل هذا المسح ومثل هذا العدد الكبير. نجاح التجربة المصرية الحقيقة كانت محط مش بس إعجاب منظمة الصحة العالمية، ولكن كمان محط الإشارة دائما إلى أن من يريد أن يتمكن من القضاء على فيروس سي من الدول فلا بد أن ينظر إلى التجربة المصرية. عظيم. طيب يا دكتور، سيادة الرئيس تحدث عن قوائم الانتظار وانه ما تم في قوائم الانتظار بنتكلم في 1,300,000 عملية جراحية، ويمكن كمان تحدث عن انه قوائم الانتظار دلوقتي مدتها يمكن 3 أسابيع، وسيادة الرئيس طالب كمان المسؤولين انه المدة دي تقل. ايه اللي هيحصل في قوائم الانتظار؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان 1,300,000 دولت كانوا يوم 5/6. احنا في كل يوم بيتم اجراء تدخلات جراحيه في منظومه القضاء على قوائم الانتظار، تلك المبادره الرئاسيه التي اطلقها السيد الرئيس في 2018 واللي كانت في البدايه احنا كنا بنتكلم على رقم 7,800 عيان او مريض مده انتظارهم كانت تتجاوز السنه الى السنه وستة اشهر. صحيح. النهارده احنا بنتكلم على ما تم اجراؤه منذ بدء المبادره 1,300,000. النهارده لو جبنا الارقام هنلاقي ان الرقم ده كمان زاد عن 1,300,000، ان دي عمليه مستمره وتحدث بشكل يومي. مده الانتظار كانت تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، السيد الرئيس وجه بان المده كمان تقل لاسبوعين، وهو ده الذي يعمل عليه جميع شركاء النجاح في هذه المبادره، سواء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية، مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات هيئة الشرطة، وحتى القطاع الأهلي والمستشفيات غير الهادفة للربح، بل وأيضا يشارك في هذه المنظومة مستشفيات القطاع الخاص. فالحقيقة مبادرة السيد الرئيس القضاء على قوائم الانتظار هي نموذج عملي لنظام تأميني صحي شامل بيتم تطبيقه في جميع محافظات الجمهورية في نفس الوقت. عظيم. دكتور حسام، بالعوده الى مبادره 100 مليون صحه، المبادره دي اتكلفت قد ايه ووفرت على الدوله قد ايه طبعا فيما يخص علاج المصابين بالفيروس ومضاعفاته؟ خليني اقول لحضرتك انه عندما تم اكتشاف اول علاج فموي لفيروس سي وهو عقارس وبلدي اللي تم حصول الموافقه او حصل على موافقه هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه، كان سعر العلبة اللي فيها 30 قرص 28,000 دولار. مصر تمكنت من الحصول من خلال الحقيقة مفاوضات مضنية بدعم مباشر أيضا من السيد الرئيس للحصول على العقار ده بسعر العلبة 300 دولار. لك حضرتك أن تتخيل الفرق طبعاً في 28,300. ولم تكتفي مصر الحقيقة بمجرد استيراد العقار، لكنها تمكنت من خلال 9 شركات وطنية من إنتاج
العقار المثيل، نفس المادة الخام من نفس المصدر الذي تحصل عليه الشركة الأم، وتم تصنيعه في مصر، ومش بس تم تصنيعه في مصر بأيادي مصرية، لكنه حصل أيضا على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في بقية دول العالم، وده معناه بقى فعال زيه زي المستورد بالظبط، زيه زي العقار الذي يتم الحصول عليه من الشركة الأم. ده خلى الكورس العلاجي كله يكلف 40 دولار، فلك أن تتخيل حضرتك 28,000، ده السعر الذي يباع به على العالم، حصلنا عليه ب 300، صنعناه ب 40، اضرب الرقم ده في 2.5 مليون تقريبا مواطن، تستطيع أن تدرك حجم الوفر الذي حققت به الدولة المصرية هذه المبادرة العملاقة بنفس الكفاءة، وهو ده أهم معيار الحقيقة. صحيح. يعني المعيار مش بس أن أنت تمكنت من استخدام مواردك استخدام أمثل، لكنك حصلت على نفس الكفاءة بشهادة منظمة الصحة العالمية التي أجازت استخدام الدواء لفاعليته كالمستورد تماما في كل دول العالم. أيضا دكتور حسام، في دور مصري في علاج المصابين بفيروس سي بالدول الأفريقية لو تكلمنا عنها. طبعا لا ننسى مبادرة السيد الرئيس في إطلاق علاج 1 مليون من أشقائنا في قارة أفريقيا من المصابين بنفس المرض، لأنه الحقيقة مش كفاية يعني، وده عهد الدولة دائما وعهد سيادة الرئيس، انه احنا مش بس بنكتفي بان احنا بنعرض للعالم تجارب النجاح ونقول لهم تعالوا شاركونا فيها من باب عرض التجربة والمشاركة النظرية، لكنه دائما ما يستتبع ذلك بالعمل. احنا مش بس نقول لكم تجربتنا هي، احنا عملنا 1 2 3 وتمكنا بالآلية الفلانية من التصنيع ومن المسح ومن العلاج، لكن كمان بنقول نحن نعرض او بنقدم لكم علاج لمليون مواطن أفريقي، إيمانا الحقيقة بأنه أفريقيا قارة واعدة، وأفريقيا هي المستقبل لأفريقيا كما قال السيد الرئيس، وأننا كلنا أفارقة وكلنا أشقاء وكلنا إخوات، وأن نجاح أي دولة في أفريقيا هي نجاح لجميع أفريقيا، وأن مشاكل أي دولة في أفريقيا هي مشاكل لكل دول أفريقيا. صحيح. عظيم. دكتور حسام، هل قدرتنا على التعامل مع هذا الفيروس مكنتنا من التعامل مع ما يستجد من فيروسات زي ما حصل في كورونا، وماذا لو كان جه كورونا في وقت هذا الفيروس فيروس سي منتشر في مصر؟ يعني لعل اصبح من المعلوم لدى مش بس المتخصصين ولكن لكل الناس ان اصحاب الامراض المزمنه هم اكثر تعرضا بشده الاصابه، وان معدلات الوفيات بتتضاعف بسبب الكورونا في المرضى اصحاب الامراض المزمنه، ويعني لا شك انه يا ربنا سبحانه وتعالى يعافي وعافى الكثير بسبب المبادره الرئاسيه كل اللي كان عندهم فيروس سي، وانتهى في النهايه بفشل كبدي وبتليف في الكبد، وانتهى باورام سرطانيه في الكبد، عافى الله مصر والمصريين. اللهم امين. اكيد مدركين حجم المعاناه من الفيروس بس، فما بالك بقى ولو كان مصيب ايضا بالكورونا. احنا بنتكلم على انه اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم، اللي عنده سكر هو اكثر عرضه لمرض شديد من الكوفيد 19 واكثر عرضه لا قدر الله للوفاه، فتخيل انت بقى ان ال 2.5 مليون دلوقتي لو لا قدر الله كان اصيبوا بالكوفيد مع هذه الجائحه التي يعني تقريبا لم تترك احد، كان الوضع الوبائي وحال الوفيات في مصر هتبقى ازاي لولا يعني وجود مخطط واضح للدوله المصريه واراده صادقه من القياده السياسيه لتغيير حال المصريين الى حياه كريمه. طيب دكتور، كمان عايز اعرف من حضرتك مساله اعلان منظمه الصحه العالميه لمصر دوله خاليه من فيروس سي. يعني احنا النهارده في اجتماع لمنظمه الصحه العالميه على هامش التعامل مع فيروس سي، والدكتور خالد عبد الغفار قائم بعمل وزير الصحه والسكان له كلمه برضه متلفزه في جنيف بهذا الشان. منظمه الصحه العالميه وضع معيار انه لو كان في دوله معدل الاصابات فيها اقل من 1% مقارنه بعدد السكان دي تعتبر دوله خاليه. احنا قدمنا كل الاوراق وجاء اكثر من وفد منظمه الصحه العالميه لمتابعه العمليه اثناء المسح وبعد المسح وما زال حتى هذه اللحظه، وهم اشادوا بهذا في كثير من اصداراتهم وفي كلمات السيد مدير المنظمة، وإحنا في انتظار أن تعلن المنظمة أو أن تصرح المنظمة بأن مصر الحمد لله تمكنت من الوصول إلى هذه النقطة من التعامل مع فيروس. بنشكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا دلوقتي.